ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأولى، ولسه مكملين عن مشاكل الأسنان، وهنتكلم باستفاضة أكتر مع علشان كده أحب أرحب بضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا، الدكتور شريف عمر، استشاري جراحة الفم والأسنان وماجستير جراحة الفم والأسنان بالقصر العيني، زميل كلية الجراحين الملكية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. كنا عايزين نسأل حضرتك سؤال، عايزين نعرف ايه التهاب الليستة وعلاقته بتسوس الجذور. موضوع حلو قوي، موضوع كبير جدا. هو التهاب الليستة هو مرض العصر، اهم دلوقتي امراض اللي هي بتبقى مش واخده حقها في التشخيص، ومش واخده حقها في انه بتخلي المريض او مريض الاسنان يتحرك، يبدا يقلق فيبدا يكشف عياده اسنان. موضوع التهاب اللثه وعلاقته بتسوس الاسنان ده بيبقى ده من قديم الازل، هو يمكن يكون هو رقم واحد في شكوى الاسنان. اغلبيتنا عندنا التهابات لثه، منها المزمن ومنها الحاد، منها اللي بيجي لنا بعد اكله معينه، ومنها اللي بيجي لنا بعد فتره معينه، سواء ادويه سواء عادات غلط سواء طريقه غسيل اسنان غلط. منها فاللي بيحصل منها تسوس الاسنان، التسوس الاعصاب ده احنا بنسميه حاجه اسمها برايمري بيريو سكندري اند، اللي هو اساسا التهاب لثه ادى الى التهاب عصب السن، وده بيحصل نتيجه حاجه ممكن تكون الناس المشاهدين عارفين حاجه زي كده، احدى حاجه اسمها جيوب اللثه. الناس ممكن بتكون بتتعامل مع جيوب اللثه بشكل بسيط، ان هي ممكن تبقى جيوب لثه شويه غسيل سنان شويه اهتمام بسيط، لكن ما بقاش عارف ان هو لازم واخدين الموضوع جديه قوي. مظبوط، يعني بيبقى لازم بيعوز تدخل، ولازم يفضل يتابع وياخد حقه في زيارات الطبيب الاسنان لحد ما يوصل لعلاج، لان هي ممكن تبقى دي البدايه لفقد الاسنان. طب يعني يا دكتور، دلوقتي تبييض الاسنان بقى والمخاطر اللي بتكون موجوده بقى بسببها. الناس كلها ماشيه دلوقتي على الموضوع ده. أيوة. هو كلنا نفسنا اسناننا تبقى بيضه. ايوه طبعا. فهو تبييض الاسنان هو يعني هو في تبييض اسنان حاجات بروفيشنال، بتبقى حاجات بتعمل في عياده. تمام. ودي بتبقى مخاطرها قليله، يعني على اساس ان هي لو اعتبرنا ان السيستم اللي بيشتغل بيه او طريقه التبييض اللي بيستعملها طريقه معترف بيها رسميا ودوليا، زي ليزر او بريز او براند تاني ممكن يكون، يعني مش عايزين بس نقول حاجه على الهواء. معانا اتصال دلوقتي. اتفضلي. نجوى من هنا. اتفضل. اهلا يا نجوى. اهلا، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا نجوى. حضرتك، انا عندي دروسي فيهم التهاب شديد، وممكن يخلوا الم في الاذن وفي عيوني وكده، بس ما فيش تسوس. حضرتك دي كام سنه يا نجوى؟ واخدت دواء مضاد حيوي وادويه بس ما جابتش نتيجه معايا، في الم شديد. كام سنه يا نجوى؟ 30 حضرتك. تمام. انت بتتابعي مع دكتور السنان بتاعك كان؟ لا والله حضرتك، دي اول مره يحصل فيها ان هم يحصل فيه الم ومشاكل عندي. يعني طيب يا نجوى، تخليكي معانا وتسمعي رد بتاعك دلوقتي. شكرا ليك يا نجوى. شكرا يا نجوى. طبعا الاخت نجوى هي واضح ان هي يعني للاسف، معلش يا نجوى ما تزعليش مني، بس انت استسهلتي وخدتي دواء من غير ما ترجعي لدكتور سنان. ايوه ودي طبعاً. ودي غلطه. في بعض امراض اللثه اللي بتبقى المها كده لازم بترجع لطبيب الاسنان، لان هو بيوجهها صح. ممكن يقول لك قبل ما تاخدي الدواء، يقول لك تعملي الاول نوع انواع الاشعاعات، بيكون بيطمن انه قد يكون في ضرس عقل مدفون، ممكن يكون في مشكله في مفصل فك، ممكن يكون في التهاب في العضلات، ممكن يكون مجرد دور برد ومؤثر ونازل على الجيوب الانفيه، فبالتالي بيعمل حاجه اسمها، حاجه معروفه عندنا جدا في الاسنان، حاجه اسمها radiating sinusitis، ودي انه الم الاسنان الم الجيوب الانفيه بينزل على الاسنان، لانه في اتصال مباشر ما بين الجيوب الانفيه والفك العلوي من الاسنان، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها وجع الاسنان اللي بيسميه الضريح او الريفيرد بين، انه بيحصل فبيسمع في الفك السفلي.
ففي الحالات دي بتبقى المريض يعني انا بيصعب عليا ان هو بيبقى مش عارف هو فيه ايه، وممكن بالصدفه ياخد دواء فيخف، اللي هو ما خفش من الدواء، هو خف عشان الجيوب الانفيه مثلا بتحصل ان هي بيحصل لها التهاب موسمي، مثلا ما دخلت الشتاء ودخلت الصيف او دخلت الربيع، هو حسب كل بني ادم والاستعداد بتاع الحساسيه عنده. طيب الحمل ومشاكل الاسنان والوقايه بقى منها ازاي؟ موضوع حلو. طبعا اخت الحامل يعني برضو احنا برضو في الدول العربيه ما بنبقاش عندنا قوي الاويرنس او الوعي الصحي او الطبي الكامل، ان احنا ما بنبقاش عارفين انه ممكن لخبطه الهرمونات اللي بتبقى قبل الجواز اللي هي التوتر و و و في الحاجات دي بتبقى طبعا بتؤدي لالتهابات لثه. برضو اللخبطه كمان بتبقى وقت الحمل، ان هي بيبقى بعض الهرمونز، طبعا دكاتره النساء يفيدونا في الكلام ده قوي، بعض الهرمونات بتزيد قوي فدي بتؤدي لالتهاب لثه ممكن يبقى مزمن وممكن يستمر حتى بعد الولاده. طيب. وبيبقى مفسر، بعض الناس بتفسره على انه الحمل هو السبب ان هو بوظ سنانها، لكن هو يعني هي في علاقه بس مش مباشره قوي زي ما احنا فاكرين. يعني عايزين بقى نعرف امراض اللثه المزمنه. موضوع كبير قوي. موضوع كبير. احنا قاعدين بقى. طيب بصي، هو امراض اللثه المزمنه في منها الحاد وفي منها المزمن. الحاد ده بيبقى يعني بيبقى ممكن يكون الضرس فيه حته مكسوره، جيب لثه، تسوس خفيف ما بين السنان، اكله معينه سبايسي، عادات غلط، استعمال فرشه سنان غلط. معانا دلوقتي صور. بصي ياسمين، معانا كده على الصور هتتعرض دلوقتي. تمام. كمل حضرتك الهدف. ف ساعات التهابات اللثه المزمنه، الصور معانا دلوقتي، التهابات اللثه الحاده دي بتبقى ممكن ليها اسباب، ممكن مجرد بتروح. تمام. مجرد ان هو السبب يروح. اما التهابات اللثه المزمنه دي منها بيبقى بكتيريال، يعني بيبقى الاوريجن بتاعتها او السورس او المصدر بتاعها من البكتيريا. وممكن يبقى السورس بتاعها او وراثي، يعني في بعض الحاجات الوراثيه بتبقى مع الـ مع الـ مع الـ مع المريض من وهو صغير، ويبقى هو مش عارف ان هي موجوده فيه، بس يشاء القدر ان هو تكون ما ظهرتش عليه الا لما بدا يبقى متوتر شويه او بدا يبقى مش مهتم فتره صغيره من الزمان، نتيجه بقى دراسه، نتيجه انشغاله في شيء، فتبدا تظهر عليه. تمام. طب دلوقتي دروس العقل المدفونه وخطورتها بقى. هو انا بواجه بعض المشاكل في 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 في, في المراكز عندي. تمام. المرضى ساعات انا بسمع كلمه يعني بترتبط قوي بالموضوع اللي حضرتك بتقوليه، انه ممكن يبقى حد بيبقى عنده نعمل اشعه، يعني اللي هي طبعا دلوقتي بنستعمل اللي هي الاشعه المقطعيه اللي هي الثلاثيه الابعاد اللي هي بيسميها كون بيم. فبعد ما بنعمل الكون بيم وبنبص بنشوف نلاقي ادراس عقل بتبقى مدفونه بشكل يعني هوريزونتالي، يعني عمودي في مفصل في عظام الفك السفلي بالذات. فبنخش بقى في الديبيت الطبيعي بتاع كل مرضى، يعني طب تحب نشيلها او يفضل تتشال لانه هي هتعمل لك مشاكل كتير قوي. طبعا اكيد. هنا بقى المشاكل اولها اعوجاج الاسنان او الضغط او مشاكل تقويمي فيما بعد. تاني حاجه بتبقى التهابات لثه عند مكان الضرس المدفون، وبتبقى مجهوله المصدر، يعني بالنسبه للمريض بيبقى مش عارف، ممكن يكشف انف واذن، ممكن يلاقي نفسه بيكشف مخ واعصاب، وبيجهل تماما شق الاسنان فيها. ايوه. فده بيحصل مشكله. تاني حاجه بعض الحاجات بتبقى ساعات بيبقى فيها بتحمل يعني انواع من الاورام، منها الحميد ومنها الخبيث، بتبقى وقتها يعني بنقول يا ريتنا كنا خدنا القرار
وشلناها. هي بتبقى احنا بنسميها بتبقى الضروس العقل بتبقى وهي مدفونه بتبقى محاطه بالكيس، احنا بنسميه زي الامبريونيك ساك. بتبقى سليمه جدا جدا جدا، بتفضل تعيش، ممكن تعيش معاها العمر كله لا لو هي مدفونه، unless حاجه اسمها انفكتد. انفكتد يعني حصل عدوى. العدوى دي ممكن تحصل من درس قبله، ممكن تحصل من دروب حصل في المناعه. كل دي ممكن تؤدي انه يحصل انه ده يبقى باثولوجيكال ليجن يعوز تدخل وقتها جراحي. فاحنا في يعني كنا في غنى عنه من قبلها يعني. طبعا مظبوط. احنا معانا الصور اهو وعايزين نعقب عليها، حضرتك تعقب عليها. تمام. هنا التجميل وبطريقه الفينيرز دي، هنا احنا بنستعمل الطريقه الجديده عندنا اللي هي مالتي لاير الترا ترانسلوسنت زيركون. ده نوع انواع الزيركون العالي جدا الماني. هنا دي زي ما شفتوا في الحاله دي حاله دي انا ده حد لطيف جدا. هو كان يعني او يعني هي الحقيقه كانت بتشتغل وبتاع، وحصل ان هي سنه كانت عاملاها زمان واتكسرت منها بحشوه ومسمار وكراون قديم. وكلمتني حتى انا كنتش في القاهره، وقدرنا نحدد ميعاد عشان نقدر نعمل هنا عاملين لها زرعه وحاجه اسمها ايميديت امبلانت ايميديت بليسمنت، ان احنا حطينا فوق ساعتها خلعنا الجدر السن وحطينا الزرعه على طول. تمام. دي حاله كانت من الحالات اللي تعيسه شويه، كان هو حد عصبي شويتين. أيوة. برضو من المناسبه انا حابب اوضح على حاجه زي كده، لان انا شفت في بعض الـ 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 الافكار بسمع ان هو يعني انا كان جات لي حاله من فتره كانت بتتكلم ان هي يعني هي كانت مدخنه. فكان الحقيقه جوزها ما كانش يعرف ان هي بتدخن، فمش عارف انا بفضحها على الهوا. تمام. معلش يا جماعه. تمام. انا ما قلتش اسمها لحد دلوقتي. مش معروفه. تمام. فهي كانت بتتعمد ان هي كل يوم قبل ما يروح بتغسل سنانها بسلك المواعين. إيه عشان عشان تشيل اثار التدخين من على اسنانها خالص. فكانت النتيجه فعلا دي تصرف فظيع ضاعت فعلا. فجت لي في العياده، وكانت مشكله عندها ان هي عندها حساسيه مزمنه، وما بين الميعاد يعني ما بين ميعاد الكشف وما بين ميعاد المتابعه لقيت بتقول لي انا عندي سناني بدات تتكسر. فقلت لها يعني قلت لها بقى قعدنا نرجع في التفاصيل والزمان لحد ما عرفت السبب الاساسي، ان هي بدات نتيجه ان استخدام السلك المواعين بدات تعمل حاجه اسمها تاكل حاد في سطح المينا. ودي الحاله اللي كانت قبل كده كانت نفس القصه، بس ده برضو سيفير اتريشن او ده اللي حصل. فحصل الحلقات دي كانت تبييض. ده برضو ابتسامه هوليوود. احنا ابتسامه هوليوود جميل، الحاجات الجميله جدا وبتغير في شكل المريض جدا وبتغير في حياته. يعني انا بقول ان دايما ابتسامه المريض او ابتسامه الشخص هي شخصيته طبعا، يعني لانه هي بتبقى 90% من انطباع المستقبل بتاخد من الابتسامه والشكل، بتدي انطباع فظيع عن التعليم وعن الثقافه وعن الناحيه الاجتماعيه وساعات الناحيه الماديه كمان. طبعا. ايه الناحيه من ناحيه الناحيه الماديه بقى؟ ايه تكلفتها من الناحيه الماديه؟ تقولي ده يعني حد بيهتم باسنانه وبتاع، فاهمه قصدي؟ يعني مفيش اوفرز بقى لينا وكده؟ طبعا طبعا من عينيا. هنا من الحاله دي برضو من الحالات الناجحه جدا اللي كنا تعرضنا لها انا والفريق العمل عندي في العياده، وكنا وصلنا ان احنا نوصل لرضا تام للمريض. هنا احنا عاملين طبعا هوليوود، بس احنا في الحاله دي احنا كنا عاملين اساسا قبلها ما اعرفش الصور اللي قبلها الحقيقه ما كنتش مجهز الموضوع، بس احنا عندنا كنا عاملين لها عصب كمان، والبعض الاسنان اضطرينا نستبدلها بزرعات من اللي هي حاجه اسمها زرعات السويسريه دي هنا في المركز صور العياده. فكان الزرعات السويسريه
اللي احنا برضو من ضمن الحاجات يا جماعه، حتى كويس ان احنا يعني تطرقنا لموضوع الزراعات. في 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 لبس بيحصل مع المريض في اختيار ان هو المريض ده بيجي له ليه، انا عايز زرع الماني، انا عايز زرع امريكاني. طب ايه الكلام يا جماعه؟ مش كده يعني الدنيا. عايزين نسال اخر سؤال بس عشان الوقت خلاص معانا بيضيع. الشاي والقهوه بقى والحاجات دي يعني بتبوظ السنان، بتضيع السنان خالص. عايزين نعرف ايه بقى نشربها امتى بقى، الحاجات اللي نشربها والحاجات اللي بتضر اسناننا ما نشربهاش. طيب احنا بيزيكلي كده احنا نحاول نبعد عن الصودا يعني قدر الممكن يعني. الحاجات بقى العاديه، المنبهات زي الشاي والقهوه والاكسبريسو و و و دي بنحاول نخليها دايما يا اما نكون يعني نكون نقدر نغسل سناننا بعدها بنص ساعه، ولانه ابحاث قالت ان هو احنا طالما غسيل الاسنان بعد استخدام بعد اكل شرب حاجه ممكن تعمل تصبغات في الاسنان، تصبغات عميقه في الاسنان بتكون بعدها نص ساعه. ونحاول نشرب ميه كتير وغسيل الاسنان بشكل روتيني يعني. تمام. اشكرك دكتور. طب احنا عايزين معلش قبل ما نشكر حضرتك بس نصايح. نصايح بقى تقولها لنا وكده. نصايح واهم ما يميز العياده يعني المهم ان هو دايما احنا يبقى لينا يعني ريجيم او رجمي زي ما احنا بنقول سيستم في الاهتمام بالاسنان، سواء بغسيل اسنان بمواعيد محدده وليكن الصبح وبالليل، لو مش عايزين نقول في نص النهار كمان ناخد وقتنا في غسيل السنان. الفرشه ارجوكم نغيرها يعني. الفرشه انا بسمع ان بعض الناس هي سلعه معمره، لكن هي في الحقيقه هي بعد 3 شهور صح ولا ايه؟ هي كل 3 شهور. وممكن كمان بعض الناس اللي هي الاجريسيف شويه، في ناس بتبقى بتغسل سنانها وتكون عصبيه شويه، فدي ممكن كل شهر. معجون السنان كل اسبوعين بليز. دايما نحاول نجيب الباكس الصغيره، ما نجيبش المعجين الكبيره، نجيب دايما الحاجات الاحجام الصغيره عشان ما تقعدش فتره طويله. شرب الميه كتير، استخدام المضمضه، زياره طبيب الاسنان من 3 إلى 6 شهور للمرضى اللي هم الهاي ريسك. الناس العاديه ممكن على الاقل كل سنه يعني، فاهم؟ صح تمام صح. بس دمتم سالمين. اخر حاجه معلش اللي بيميز العياده عند حضرتك ايه بقى؟ احنا ميلي احنا مركزين على ان احنا بنوفر البيست كواليتي ماتيريالز، يعني احنا بنحاول ان احنا نوفر ارقى وافضل انواع الخامات. بنهتم جدا بالكشف، بناخد وقت جدا فيه. اللي يهمنا الكشف مش سرعه العلاج. العلاج احنا نقدر نعمله بسرعه، بس احنا بيهمنا نوصل لنتيجه كويسه جدا، والكشف ونهمنا مش زوال المشكله نهائيا من جذورها. تاني حاجه انا بنحاول دي اللي حتى قدرت اعمله سمعه العياده في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، ان احنا نقدر نوصل ان احنا يتعامل مع الفوبياز او المخاوف بتاعه المرضى اللي هي الالم. فده قدرنا نتعامل معاه باجهزه، يعني احنا حاليا بنقدر نشتغل بحاجات كتيره، بنقدر نعملها بالليزر. وبنقدر نعمل كمان يعني اتفضلي. نحييك يا دكتور، شكرا ليك على وجودك معانا وشرفتنا جدا وعلى وجودك ووقتك اللي خدناه منك شويه. شكرا. نشكر دكتور عمر على وجوده معانا في الحلقه، دكتور شريف عمر على وجوده معانا في الحلقه، دكتور ماجستير جراحه الفم القصر العيني. ومعانا بقى الفقره الجايه، استنونا. انتهت فقرتنا الأولى من البرنامج، الفقرة الثانية مع